قرارات. الدنيا مش اكتر من مجموعه قرارات. قضيه صمره تتقفل. قرار مثلا بناخده واحنا بنحب. حاضر. ايه لو عندي رفاهيه الاختيار مش هبقى لحد غيرك. ايه نوع البيزنس اللي حضرتك هيظن فيه؟ الجزء الوسخ من شغل وشغل عفا. عموما انا جايه لك في شغل. هو رجل الاعمال ده فلوسه حلال؟ وقرار بناخده عند الغضب. اسمعي بيه، انا مش رميه عشان تقولي عايز تتجوزي امتى. لما تبقى تنوي تتجوز ابقى كلمني. ناقصاك انت كمان. طلعي ملف بتاع قواده الباب. اسمي ستك سمر. من الواضح كده ان احنا مش هينفع نكمل شغل. القرار بناخده واحنا بنكتشف الحقيقه. بس انت يا واد متاكد ان اللي بيجيب لك الفلوس ده هو رأفت هجرس؟ بس ارجو ما ترجعيش للمخدرات تاني. تاخد كام في الكتاب ده يا سمر؟ هو القرار بناخده واحنا بنحدد مستقبلنا. بص على العقد كام سنة، وبص على الشرط الجزائي اللي فيه قد ايه، ولما تبص هتحضر درسك. وما بين كل قرار وقرار حلم بيتولد بيتخطط وحلم بيتدفى. ده اسم البنك ورقم الخزنة اللي فيها الأمانة، أما المفاتيح ففي الشنطة اللي في الأمانات بره. وحلم مكتوب على الجبين بالدم. يا سيد، هما الجماعة اللي راحوا النيابة الصبح عملوا ايه؟ تحبس المتهمة نهال سماحة 15 يوما على ذمة التحقيق. تقدر تاخد مدام أميرة والباقيين وتتفضلوا أستاذ مصطفى. عايز عنوان نور توفيق الممثلة. متأخرش عليا ماشي؟ القضية لسه ما اتقفلتش. بمزاجنا غصب عننا اسامينا بكره هتبقى على كل جرايد مصر. امجد ما تسيبش تليفونك لحظه، تكلم كل رؤساء التحرير اللي تعرفهم. لازم توقف المهدنه دي قبل ما تحصل. انت يا زفت يا امجد. انت بتزعقي له ليه؟ انت متخيل ان الزعيق هجيب نتيجه؟ خديه بالهدايا وخلينا نفهم. ادي يا امير هروح اتصل بالناس وارجع. انت ازاي تدخل ناس واحنا مش في الفيلا؟ انا ما دخلتش حد، هو اللي دخل غصب. وما بلغتش ليه؟ وبلغ ليه اصلا؟ الراجل ابوه مقتول وعايز يعرف مين اللي قتله. ما يمكن اللي قتله هو اللي قتل رنا وهو اللي بعت لكم السي دي. بتتصنت كويس قوي انت؟ بتصنت ايه بس؟ انت صوتكم كان جايب اخر الدنيا، والسي دي انتوا سبتوه في الديفيدي بلاير قبل ما تتشدوا في البوكس. ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ ايه طريقه سوقيه؟ سوري. اصلا انا واصحابي اتعشينا عند البرنس. بتاع امبابة. واكيد سمعتي عنه. ممكن اكون لقطت لي كلمه كده ولا كلمه كده. على اذنك وراي حاجات بخلصها في اوضتي. هو ده كل اللي حصل ولسه خارجه من النيابه حالا. يا سلام يا كريم، هو ده اللي لفت نظرك ان احنا ممكن نعمل اللي بيحصل ده مسلسل؟ طب يا سيدي متشكرين على اهتمامك قوي. باي. ادي النيلة بنت كمان اجازة. يا نعم. ايه جاي تفتش هنا كمان؟ طب من الاخر كده، المخدرات في التلاجة والجثث في الحمام وخطة قلب نظام الحكم في أوضة النوم، أي خدمة تانية؟ أنا جالك عشان ثانية. وأنا هقول لأمجد ليه إنك من امبابة؟ متعقلي يا أميرة؟ الواد بيلقح عليا بالكلام، بيتكلم معايا بطريقة غريبة أوي.
ممكن يكون الراجل اللي بيبعت الرسائل بدأ يشتغل. انت مش قلتي ان امجد قابل رنا؟ تبقى مصيبه لو اديته الكتاب. يبقى لازم نخرجه دلوقتي حالا من الاوضه عشان نتاكد. بص يا لؤي، انا عايزك تفهم حاجه كويسه قوي. ابوك ما كانش ملاك، بالعكس كان راجل وسخ جدا، الله يرحمه بقى. يمكن اوسخ من الراجل اللي متصور معاه في الصوره ده، عشان كده اتجمعوا مع بعض. طب ما انت كنت معاهم في الصوره اهو، هل ده معناه لم نفسك؟ كونك بتقولي على ابويا ان هو كان شخصيه مش عارف ايه، مش سبب كافي اني ما ادورش على القاتل، خصوصا انك انت كنت اكتر واحده مستفيده من موته. انت فاكر نص مراس ابوك اللي مكتوب باسمي ده قد ايه؟ انا كنت صغير ساعتها، بس ماما قالت لي. ماما؟ طب ثانيه واحده. خير يا بابا، عايزني فين؟ طيب هكلمك بعدين. في ايه يا امجد؟ بقالي يومين ما قعدتش معاك. ماما زعلانه منك وبتقول انك بتكلمها وحش، فحبيت اطمن عليك. فعلا؟ الشيك ده طالع لحساب ابوك، شوفوا كده بكام. وده الاستيتمنت بتاع البنك، الشيك مصروف ومحطوط في حساب ابوك في نفس البنك. ولو دققت شويه في الشيك هتلاقي ان الرقم اللي مكتوب عندك ده اكبر بكتير من اللي ابوك كتبه. برغم وساخه ابوك واللي عمله في رأفت والباقيين، الا انه جالي في وقت انا كنت محتاجه فيه الراجل، عشان كده للاسف حبيته. والشيك ده انا كتبته له ايام ما كان هيروح في 60 داهية. بص يا ابن الحلال، انا الدنيا علمتني ان مفيش حاجه اسمها اكيد، بس رغم كده انا ما قتلتش ابوك. ولو اكيد في حد في دايرتنا هو اللي قتله، هيبقى يا حسين يا اميره يا نهال. تأكد ان مفيش حاجه. طيب اطلع انت نام، بس اعتذر لماما الاول. انا اسف لو ضايقتك، انا بس اعصابي تعبانه شويه. ما يهمكش يا حبيبي. صباح على خير. دي نهايتنا، كل السنين واللي حصل لي في حياتي ده عمري ما حسيت اني خايفه قد النهارده. انا خايفه، خايفه بجد يا رأفت. اميره، فاكره سمرا كانت بتقول ايه كل ما تقابلها مصيبه؟ يا ما دقت على راس طبول. يلا يا اختي التوي، يلا تعال خش خش يا اختي، خش خش، جت كل قرف سهرتونا، امشي خش يا اختي، خش بلاش لك قعد. يلا زيحي نفسك يا بنت انت وهي، انا مخنوقه وعايزه اشم شويه هوا. ايه
تسترني لحد البنت ما تتجوز. ايه اللي جابك هنا؟ اطلعي بره. هو انت فاكر انك كده بتنتقم مني؟ انت بجد فاكر انك كده بتأذيني؟ اه. وعلى حسب بقى انت حامية القواده دي ليه؟ هتكون فضحتك يا نهال. شوفي بقى تقرب لك ايه ولا ايه مصلحتك معاها. انت كل اللي عملته انك اذيت واحده ملهاش اي ذنب غير انها اتولدت لقت امها كده. واحده ما شفناش منها غير كل خير وكل حب. واحده مين؟ انت بتتكلمي في ايه؟ اللي بتسمعه يا حضره الضابط. بس طبعا غبائك خلاك تنزل من عند طارق، مش همك حاجه غير انك تاذيني، وكل اللي في دماغك ان انا بحمي الست دي عشان اعرفها او عشان تقرب لي. بس الحقيقه اني ما كنتش بحميها هي، انا كنت بحمي بنتها سمره تبقى ام اميره يا مدحت. سمره ام اميره؟ شفت بقى انا كنت بحاول عمليه وانت جيت عملت ايه؟ أنا ما بدخلش حد الحجز وما باخدش فلوس من حد، بس أنا هدخلك عشان أنت صعبت عليا. مهما كان دي أمك برضه من حقك تشوفيها. بعدين أنت مالكيش ذنب. اتفضلي يا بنتي، تعالي تعالي تعالي. يا لهوي، أنت إيه اللي جابك هنا؟ قدري الاسود ونصيبي الاخبر اللي خلاني بنتك. اتبري مني، فارقيني، بس امشي من هنا عشان خاطري. انا مش عايزه حد يشوفك كده. حرام عليكي نفسك يا حبيبتي. انا لو كنت قادره اتبرى منك كنت اتبريت منك من زمان. لو كنت عارفه اكرهك حتى كنت كرهت. يعني مش قادرة، طول عمري كنت بتخيل ان اليوم ده هيجي. كنت بتخيل خبر هيجي وانا نايمة، وقلت كل اللي بعمله اني احط الغطا عليا اقول الحمد لله خلصت منها. بس ما قدرتش. اول ما عرفت لقيت نفسي بريحة فيها عالسلالة، ما خدتش بالي لو انا في الشارع. ياما أنا زي الفل. يربيش القربة مخرومة بتقر على دماغه. أنا شلتها من زمان وهدفع التمن. بس أنتي ما شلتيش قربة عشان تقر على دماغك. أنتي ملك الذنب. اسمع ما أقولك. امشي من هنا. اقفلي الشقة. روحي دوري على أهل أبوك. لو ما لقيتيهمش دوري لك على أي حد يحط إيده في ظل سمورها. ولا كأنك تعرفيني. ولا كأني أعرفك. أوصيتك. أوصيتك يا بنتي امشي من هنا. امشي من هنا يا حبيبتي. يا ريتها كانت رفضت. كان بيت اسهل بكتير. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه في ايه؟ سمرة مش لازم تروح النيابة النهاردة. مينفعش. مبقاش ينفع النيابة خالص. بعدين انتي بتتكلمي معايا بالطريقة دي ليه؟ احنا مفيش حاجة تربطنا ببعض عشان تتكلمي معايا كده. مع اني مش وقته، بس لا يا مدحت، في حاجات كتيرة قوي تربط ما بيننا.
اولها دم اللي ساح على ايدك، وتانيها حبك ليا، وتالتها حبي ليك. حبك ليا؟ امال اللي انا سمعته عن طارق ده كان ايه؟ اللي سمعته عن طارق ما كنتش اول مره تعرفه. انت قريت الكلام ده قبل كده في المذكرات وكنت هتقتلني بسببه، بس الفرق ان المره دي كان في حد تالت بيسمعه معانا، فرجولتك نقحت عليك. مع انك لو كنت استنيت دقيقه واحده بس وانت بتتصنت كنت هتسمع باقي الكلام، كنت هتعرف اني بحبك. بتحبيني ازاي نهال؟ انا مقاطعك وانت بتقولي بحبك يا طارق. لو صبرت وما قطعتنيش وانا بقوله بحبك كنت هتلاقيني بكمل كلامي وبقول ان انا في نفس الوقت بحب مدحت، مش بس بحبه، لا ما اقدرش استغنى عنه كمان. بس طول ما انت قدامي يا طارق بحس ان في حاجه كده عامله زي الكلبشات خانقه حب المدحت. عشان كده ولو جواك ليا والمدحت اي معزه ارجوك تخرج من حياتنا ولو شويه عشان ارجع لمدحت شويه من حقه اللي انا كنت مقصره فيه بسببك. كنت هنزل من عنده واجي لك عشان نحدد ميعاد الفرح. ما اتكتبتش دي. هي ايه دي اللي ما اتكتبتش يا ام؟ ما تحطيش في بالك. يعني انت كنت خلاص اخترتي طارق. هي هي. اسمعي، خدي بعضك وامشي من هنا وانسيني خالص، مالكيش دعوة بيا وانا هعيش واكمل. وياما دقت على الراس تقول ما ينفعش ياما. الغلابة بيتجوزوا النسب قبل البنت، محدش هيجوز ابن الشيخ لبنت قواد. خلاص يا بنت الحلال ارجعي لرأفت، مش انتي طول عمرك شايفه ان هو اللي هينشلك من الفقر؟ حتى دي ما بقتش تنفع. القبض عليكي مدحت صاحبنا اللي هيجوز نهال. انتي عرفتي منين يا ام؟ هو انا قلت لك ولا انتي كنتي بتتصنطي؟ يبقى تاهت ولقيناها يا عين امك. بقول لك ايه؟ اخرجي من هنا اطلعي للواد اللي فوق ده وقولي له ان انا عاوزاه. فات الأوان يا نهال، مش هقدر أعمل أي حاجة، دي مسؤولية ومستقبل. بصي، كل اللي أقدر أقوله لك إنك تاخدي أميرة وتمشي، وتحاولي تقولي لها إنها ما تحضرش المحكمة ولا حتى تيجي تزورها، يمكن محدش يقول. أنت بتقول إيه؟ بقول اللي سمعتيه يا نهال. حرام عليك، ربنا يسامحك يا مدحت. يسامحني على إيه؟ نهال يا سامحة، لو هنتكلم في الحق أنا ما عملتش حاجة غلط. أنا كنت بشوف شغلي، والغلط الحقيقي إني أسيب واحدة قوادة حرة. آه لو كنت أعرف من الأول كل ده، كان زماني دلوقتي بحمى أميرة زيك بالظبط، وكان ساعتها بس ربنا يسامحني، لكن دلوقتي لأ. أنا أقوم أخد أميرة وأمشي. طب لو سمحتي لما توصلي طمنيني. يعني ايه عايزه تقابل مدحت؟ عايزه منه ايه؟ معرفش، مفيش تقول، بس اكدت لي انها النهارده هتنام في البيت. انا مش هبات في الحجز الليله يا مدحت باشا، والقضيه دي كلها هتتفرش. نعم يا اختي. بقول لك اللي سمعته. وانت بقى مرافقة زكي بدر ولا عاطف صدقي؟ حلوة منك دي. لا ده ولا ده يا باشا، بس اعرف عنك بقى اللي ما تحبش ان اي حد تاني يعرف. يعني مثلا اعرف ان الليلة اللي لقوا فيها نهال غرقانة في دمها كنت انت اللي قايم بالليل، ومش كده وبس، أعرف عنك كمان السر التاني، سر عمرك اللي مخليك مدلدف كده قدام نهال.
انت جبت الكلام ده منين؟ مش مهم يا باشا، المهم اني مش حبات في الحجز الليلي. بالاذن. يا أميرة اتكلمت النهاردة؟ لا يا فندم. أنا عايزة أشوفك دلوقتي يا سليم. لا الوقت ما تأخرش ولا حاجة. أنا بقالي أكتر من 10 أيام ما شفتكش وما صدقت إن فريد سافر. ده كوري يا حبيبي، مش هتأخر عليك. يلا باي باي. وبعدين يا نهال ما تقلقيش، ان شاء الله كل خير. بجد انتي بتطمنيني ولا بتتكلمي جد؟ اصل انتي اوقات كده ببقى مكشوفه عنك الحاجات. انا وعدتك اني احميكي وديني بحاول. ربنا يعلم اني استخدمت اخر وقوة سلاح عندي. عملتي ايه؟ كدبت من قلبي. أقنعته إن اللي سمعه عند طارق ده كان نص الحقيقة. حلفت له إني بحبه وإن هو اللي اخترته. حلفت له برضه إن عمري ما أعرف أعيش من غيره. يعني من الآخر استغليت كل نقطة ضعف فيه وكل موهبة فيه. وادينا هنستنى النتيجة ونشوف. عملتي كل ده عشاني؟ عشان ملناش غير بعض. عشان لو انتي اتأذيتي او جرالك حاجة انا هتيتم تاني. طب وطارق؟ مش صدفة ان كل ما احاول اقوله يحصل حاجة. ده اكيد قدر. في ايه يا كريم؟ مالك؟ قلب عليا الدنيا ليه؟ انا بتخض. مفيش، في حد سأل عليكي، راح لك البيت قالوا له انك في استوديو الاهرام، راح لك هناك ما لقاكيش، قالوا له احتمال تبقي هنا، جالك لقاني وقال لي ان هم عايزينك ضروري. وده مين ده؟ واحد من العباسيه من مستشفى المجانين، وبيقولوا ان هم عايزينك بكره ضروري. في ايه يا نور؟ عايزينك في مستشفى المجانين ليه؟ اللي بتتكلم عليه ده بعد ما صبرت كل ده جاي دلوقتي بتقول عايز اتطلق؟ انا خلاص ما بقتش طايقه العيشه دي. ناديه كلها 3 شهور وجوزك هيقع، الحكومه حاطه عينها عليه جامد خصوصا بعد ازمه الدوله الصفر، وصندوق النقد قلب الدنيا على شركات توظيف الاموال. يعني في الاخر كل ده هيبقى بتاعك انت. انا مش محتاجه فلوس، انا معايا اللي يعيشني ملكه طول عمري. وبعدين ما هو رأفت موجود، يعني كل حاجه في الاخر هتبقى لي. تلاقيش سيب الرفض ده عليا. شيرز. اعرف عنك كمان السر الثاني. سر عمرك اللي مخليك مدلدف كده قدامي. Thank you.
مدحت؟ رأفت؟ خير مالك؟ نهال أنا اتصرفت، عايزك بس تعرفي إن أنا عملت كده عشانك أنت، عشان ما بعرفش أقولك لأ مهما عملتي. طب في إيه رأفت؟ فاهم؟ احكيلي. مقدرش، كل اللي أنا عايزه أن يكون معاكي وأفضل في حضنك. في حضني يا رفض. بس أنت صوتك مش عاجبني خالص، طمني عنك. طيب ماشي خلاص، أنا هعدي عليك بكرة الصبح. يلا باي. خير يا رأفت؟ مالك؟ مفيش حاجة، أنا بس تعبان شوية وكنت محتاج أشوف أميرة. سلامتك. هو صحيح أنا مش صاحبة البيت، ويمكن عشان كده ينفع أقول لك الكلمتين دول. يعني أنا وأميرة بنتين لوحدنا، ومامة أميرة مش هنا، وزي ما أنت عارف إحنا في حي الشعب كمان. أنا جيت يا نهال. سيبيه على راحته يا حبيبتي، شكله تعبان والسواقة غلط عليه. فهمني يا باشا في ايه؟ في ايه؟ افهم في النيابة يا ابني. اهدى يا طارق، في حاجة غلط. حصلني انت؟ حصلني يا طارق؟ حصلني؟ خير يا مدحت؟ ايه اللي حصل؟ في ناس هربوا من الحجز وعم يحيى هو اللي كان مسؤول عن الورديه. دي عقوبتها ايه؟ اداريا اعتقد انهم هيقفوه، جنائيا بقى شكلها كده فيها قضيه. هي دي المصيبه. ترى معاه؟ ترى ابوه. طب انا عايزاك دقيقه لو سمحت. مش وقته كلام في اي حاجه خالص. عايزاك دقيقه. انت ازاي تعمل حاجه زي دي؟ ما كنتش اعرف يعني. ما كنتش تعرف يعني؟ هو انت هتهرج؟ في ظابط ما يعرفش مين اللي ماسك حبسه في نبطشيته؟ ما خدتش بالي يا نهال، انا كان كل اللي هممني ان احمي اميره وارضيكي. لا انت ما عملتش كده عشان تحمي اميره ولا عشان ترضيني، انت عملت كده عشان تاذي طارق. انت بتقولي ايه؟ بقول اللي واضح قدامي. بما ان عم يحيى هو اللي لبسها يبقى المفاتيح كانت عهدته، يعني عشان انت تفتح لازم تاخد المفاتيح منه بعلمه ومن غير علمه، وواضح انه من غير علمه عشان هو ما جابش سيرتك. ده معناه حاجه واحده بس يا مدحت، انك كنت عارف كويس قوي وانك عايز تاذي طارق. اسمعي بقى يا نال، انا عملت كل ده عشان حاجه واحده بس، هو انت. سواء بقى كنت بحمي اميره او باذي طارق فانت السبب، فمش المفروض ان انا اسمع الكلام ده. الكلام ده تقوليه لنفسك. اوعي تفتكري ان حبي ليك هيخليني مدندف، اوعي تفتكري ان حبي ليك هيخليني ضعيف قدامك كده على طول. لا يا نهال، احنا على شعر، حاولي ما تقطعهاش عشان اوسخ عدو ممكن تكتبيه في حياتك حد كان بيحبك. شفت اللي حصل يا مدحت باشا؟ معلش. طب قول لهم انا مين؟ معلش. قول لهم ان انا استحاله اعمل كده. حاضر حاضر اعملها. هي ترى خد 15 يوم. ده يعني ايه؟ ربنا يستر. لو سمحت هو وريد كان في عنبر 12، انا مش لاقياه. اسمه ايه يا فندم؟ توفيق عبد الحميد. اه قصدك مجنون عبد الوهاب؟ تحترم نفسك، المريض ده مش له اسم. لا انا اسف جدا يا فندم، بس يعني هو كان تعبان شويه فنقلناه عنبر 2.
بعد إذن حضرتك. يا قطتي يا قطتي، لو ما صحيتيش دلوقتي هزغزغك. ها لا بلاش بلاش زغزغ، انا خلاص صحتي ما عادتش تستحمل حاجه زي كده خالص. طب ما انت كويس اهو يا بابا، امال خضتني عليك ليه وخليتهم جابوني على ملا وشي كده؟ كويس ولا حاجة، أنا تعبان أوي، بعدين أنا زعلان منك عشان بقالك كتير ما بقتيش تشوفيني. ليه ما بتشوفينيش كتير زي زمان؟ ليه؟ معلش يا حبيبي، حقك علي. أنا عارفة إن أنا مقصرة معاك شوية، بس والله يا بابا غصب عني كان عندي شغل كتير أوي. شفت انا جبت لك ايه؟ انا جبت لك التفاحه اللي انت بتحبه. يلا قوم كل، قوم يا حبيبي يلا كل. تفاح ايه ده؟ ده مش زي التفاح بتاع زمان. يا شاديه كانت تمسك التفاحه وتقطعها لي في طبق حلو كده، لو صباح كانت بتأكلني العنب وهو بارد، كانت تأكلهولي بالواحدة كده في بقي، كان طعمه حلو. بنور الله بقى عبد الوهاب، بنور الله. بابا حبيبي، مش احنا اتفقنا نبطل الكلام ده؟ نفسي يجي اليوم اللي اعرف اخرجك فيه من هنا عشان خاطر. ابطل الكلام ده ليه؟ ليه ابطل الكلام ده؟ اللي انا بقوله ده كدب ولا ايه؟ هو عملوها كانت بيسرق كل الحاني والشهر على كده. اول الشريعه وحلم يا بيه كانوا معايا وانا بلحن وريت، قالوا لي هنردوا عليه وقعدت اقول هو خدمتني بعد كده. خلاص اهدى عشان خاطري، حقك علي. خلاص بقى اهدى. يعني انت مصدقاني ان انا لحنت؟ مصدقاك يا بابا. ربنا يخليك ربنا يخليك. قولي لي بقى انت عامله ايه في ال في شغلي؟ حلوه زي الفل، اخدت دورين صغيرين كده بس داخله فيلم ان شاء الله هاخد فيه دور كبير قوي. خلي بالك من نفسك، هو هيضحكوا عليك وعمرك يعدي كده هقدر، وتعمليش حاجه لنفسك في الاخر تلاقي نفسك مرميه مستشفى المجانين زي كده. متخافش يا بابا، متخافش عليا، انا هبقى كويسه. طب اديني العود عشان اسمعك اخر الحاني. حاضر. غني انت بس.
تفضل. طارق انت ايه اللي جابك هنا للدرجه دي؟ مش عايزه تشوفيني؟ لا ما اقصدش، بس انت مش من مصلحتك انك تبان هنا. عارف، ولو كنت رديتي عليا مرة واحدة في الخمس شهور اللي فاتوا ما كنتش جيت. ما انت اللي قلت بعد ما باباك متحبس ان احنا ما نكلمكش ونبعد عنك. بس اكيد ما كنتش اقصدك انت يا اميرة، انا كنت اقصد اللي بيطبطب واللي عايز يدي فلوس، لكن انت حاجة تانية. يا طريق ما تكمل خلاص، ما عادش ينفع. ما كملش ايه؟ اي كلام وكل الكلام. احنا مش مقسوم لنا نبقى مع بعض، سواء كان معاك فلوس او ما معاكش. اوعى تقول عشان عم يحيى اتسجن وما تبقاش عبيط. امال عشان ايه؟ عشان حاجات كتيره قوي يا طارق. قدرنا انها تفضل مستخبيه جوانا وما تطلعش، عشان يوم ما هتطلع صدقني هنبطل نحب بعض. ايه اللي انت بتقوليه؟ انا مش فاهم حاجه. طارق ازاي؟ الحمد لله، صدقني فيك الخير. انا كنت جاي لك النهارده. طيب يا سيدي كويس، انا وفرت عليك المشوار. انا واميره كنا عايزين نعلن خطوبتنا من مده، بس عشان خاطر الظروف كنا مستنيين الوقت المناسب. عشانك. عشان انا ليه؟ مفيش اي حاجه تمنع. ما هو اللي حصل حصل خلاص. ازاي بقى؟ احنا ما نقدرش نعمل حاجه من غيرك، فعشان كده هنعمل حاجه على الضيق للصحاب والعيله بس في الفيلا. هتيجي؟ اكيد طبعا لازم اجي. مبروك يا رأفت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا منور. ربنا يخليك. اتفضل. ربنا يعزك يا رب. والله كريم انا كنت جاي لك في موضوع كده. ايه؟ ليك شيكات متاخره؟ لا 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 خالص، بالعكس انا كل شيكاتي معايا وتمام. انا بس كنت عايز ازود الشيكات. احنا متفقين ان الاجر هيزيد لما نجدد العقد. لا برضه مش قصدي كده. فاكر لما انت كنت طلبت مني ان انا ازود في الخطب اللي انا بسجلها وانا كنت رفضت؟ انا جاي لك دلوقتي اقول لك ان انا مستعد ان انا اسجل الخطب دي، يعني انا جاهز اعمل اي حاجه. والله وانا تحت امرك. طب على خير دلوقتي. نعشاء القمر لما يجمع الصحاب، لما نبكي لو يفرقنا، نفرح لو نكون لما. نعشاء القمر لما يجمع الصحاب. هما هيفضلوا يرقصوا لوحديهم ولا ايه؟ انا هقوم اغير الشريط. وانت كمان. دول اسامي كل الناس اللي في الخليه، والملف ده فيه اسامي الناس اللي بنتعامل معاهم او بنمولهم من اي جهه. والفلوس والشيكات كلها باسمه هو؟ كل حاجه باسمه يا باشا. اي حد كان بيجي من روسيا كان هو اللي بيقابله، وفي صور كمان بكده. هايل يا حسين، ما
مأمن نفسك انت تأمين عسكري. انا تلاميذك يا باشا. ماشي طب روح انت دلوقتي يا حسين. ما تحت امر معاليك في اي وقت يا باشا.